بالنسبة للعمل الحزبي المهذب، عمره ما يكون بدون برنامج، عمره ما يكون بدون برنامج. وش برنامج الاقتصادي انت الحزيبات هذه؟ وش من عندهم برنامج اقتصادي؟ وش من اقتصاد يتكلموا عليه؟ إذا تكلمت الصحافة على سرقة في الخليفة يتكلموا على السرقة في الخليفة. الاقتصاد الجزائري ما يحتاج هذه، يحتاج تعطي رأيك سياسي. ما هو اقتصاد الجزائر اليوم؟ هل هو ليبرالي؟ اقتصاد حر؟ هل هو ليبرالي اقتصاد اجتماعي؟ هل هو اقتصاد مخطط؟ نجيبوا أموال نوزعوها؟ لماذا لحد الآن ما عرفناش الاقتصاد الجزائري؟ لأن الفعل السياسي هجين وعاجز عن طرح برامج اقتصادية. نفس الشيء في المجالات الأخرى. ما أريد أن أدعو إليه اليوم لأن يوم تكويني، يجب أن نتكلم في التكوين لا نتكلم في حاجات أخرى، هو أن العمل السياسي في جبهة التحرير الوطني يجب أن يمر عبر دراسة تاريخ جبهة التحرير الوطني منذ إنشائها، تراكماتها، مدارسها، شخصياتها، إلى أين وصلت وإلى أين هي ذاهبة. لذلك أنا أغتنم هذه الفرصة لأؤكد عن أهمية التكوين، وإن شاء الله جبهة التحرير الوطني ستكون لها أكبر مدرسة للتكوين، سننجز أكبر مدرسة للتكوين. حينما تكون جبهة التحرير الوطني تملك 10,000 منتخب، موش مسموح لها أبدا أن تتعامل مع منتخبها بالفاكس، مش مسموح لها أبدا بأن تتعامل مع منتخبها بالهواتف وتنسى رئيس بلديتها في الطارف ولا في سليم ولا في البيض ولا في النعامة ولا في أنت وربك فقاتلا، بعد 10 أيام يدخلوا الحبس وما يلقاش حتى من يدافع عليه. هؤلاء المنتخبون يحتاجون إلى رعاية ومتابعة ومساندة، وهذا يأتي عن طريق الوعي والتكوين. ما زلنا ما ناش واعيين بمنتخبين. ثم لما نطرح نحن قضايا أساسية لجبهة التحرير الوطني، ما فيش دولة في العالم حزب يتحصل على الأغلبية وما يشكلش الحكومة تاعو غير في بلادنا. نريد أن يبقى فعلنا السياسي بدون نتائج، فعلنا السياسي هجين. حينما نتكلم بحقائق نجد من يصيح خارج السرب بغير الحقائق، وللأسف يجد بعض الأذان الصاغية. جبهة التحرير الوطني اليوم تريد أن تؤسس لعمل سياسي مهذب واعد حامي لهذا الوطن وممتلكاته وشعبه. ولذلك أقول في النهاية، وأنتم من كل الولايات، إياكم، بعض الناس يحبوا يغلطونا
ويحبوا ينسيونا وشروا جاري حولنا. حينما تكلمت بصفتي أمين عام عن الوضع الخارجي تكلمت عنه قبل بعامين بلاش، وقلت أن ما يجري في سوريا وما يجري في ليبيا وما يجري في تونس وما يجري في مصر هو مؤامر عن خريطة واحدة هي خريطة العالم العربي يراد تغييرها. وكان البعض ممن يدعون وتجار السياسة يسموها ديمقراطية، ديمقراطية لتهجر 16 مليون سوري، نساء سوريا الحرائر في القواطيل، ولاد سوريا ما راهمش في المدارس، وكي نسألوهم يقولوا باش نحوا بشار. لو عنتم يا أصحاب المؤامرة دخلوا ليبيا هدموها، واليوم يدعوا أنهم رايحين يصلحوها. دخلوا تونس الآمنة، شوفوها والجاري فيها. بهذه المناسبة ندد بهذا العنف اللي جابوه من برا للتوانسة وضربوا به الاقتصاد التونسي وضربوا به سمعة تونس. جبهة التحرير جبهة وطنية، جبهة لها تاريخها في مكافحة الاستعمار، جبهة كافحت أعتى قوة، وكانوا مجاهديها يسموهم فلاقة ويسموهم مجرمين ويسموهم وهم مجاهدون وشهداء، شهداء في الجنة. وحتى لا أطيل عليكم أقول إن ما قاله الرئيس، فخامة الرئيس في رسالته الأخيرة له دلالتان. الأولى الأمر مش سهل، اللعب على مصلحة البلاد وأمن البلاد ما فيهش خلاص تسامح. والثانية أن هذا اللعب ممكن يؤدي بالجزائر إلى حالة الاستقرار، لذلك حذاري ثم حذاري ثم حذاري. وفي الختام أشكر كل وسائل الإعلام وأشكر الحضور وأشكر من ساهم في هذه الندوة، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كما استمعنا الآن لكلمة الأمين العام للأفلان عمار سعيداني التي ألقاها خلال هذه الندوة الجهوية الخاصة بالتكوين السياسي والإيديولوجي، إذن تحدث عن واقع السياسة في الجزائر وقال بأنه السياسة في الجزائر غير مهذبة، ويوجد الكثير من الأحزاب السياسية لكن أغلبها تمثل شخص، ولهذا الشعب غير مؤطر موجها رسائل مشفرة خلال كلمته للأحزاب السياسية والتي وصفها بتجار السياسة لمعرفة التاريخ قبل الدخول في السياسة كنصيحة من حزبه. إذن عمار سعيداني كما قال أنه عرج على رسالة رئيس عبد العزيز بوتفليقة وقال أن أمن الجزائر لا يمكن المساس به وهو خط أحمر ولا يمكن التلاعب بأمنه واستقراره. كما ذكر عمار سعيداني خلال الاجتماع أو خلال كلمته التي ألقاها خلال هذه الندوة قال بأن الأفلان هو قاطرة البلاد الأساسية وستنجز أكبر مدرسة للتكوين في المجال السياسة والنشاط السياسي والإيديولوجي. ربما سنعود إلى هذه الندوة، هل ممكن أن نعود إلى الندوة أم
نعم، إذن انتهت الندوة، ونذكر بأنه العمار السعيداني الأمين العام للأفلان تحدث عن مجموعة من النقاط، حيث فتح النار على مجموعة من الأحزاب التي وصفهم بعضهم بالتجار السياسة، وقدم نصيحة للأحزاب لمعرفة التاريخ قبل الولوج إلى عالم السياسة. قال بأنه السياسة في الجزائر غير مهذبة، ولهذا لا يمكن القول أن هناك سياسة، وقال بأن الأحزاب الكثير هناك من الأحزاب لكنها غير تملك فقط أختام، وإنما لا يمكن أن تؤطر الشعب، وهذا بحكم عدم معرفتها للتاريخ. إذن نذكر فقط أن الأفلان أو الأمين العام للأفلان ذكر نقطة مهمة، أن الأفلان ستنجز أكبر مدرسة للتكوين السياسي والإيديولوجي، وعرج كما قلت على رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقال أنه لا مساس بأمن واستقرار الجزائر. إذن كانت هذه كلمة الأمين العام للأفلان عمار السعيد.